الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التطوير الذي يحدث بالموانئ المصرية غير مسبوق، وخلال مؤتمر صحفي بميناء دمياط أوضح مدبولي أنه تم التعاقد مع شركات عالمية من أجل إدارة وتشغيل ميناء دمياط، مشيرا إلى أن هناك حرصا على أن تكون المنظومة متكاملة من خلال وجود منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف وخط للسكك الحديدية لربط نقل البضائع. ونوه رئيس الوزراء بأن ميناء دمياط به بضائع للتصدير لكل دول العالم، وهو شيء تفتخر به الدولة المصرية. نقل وزير الخارجية سامح شكري تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما أشاد بوتيرة الزيارات السياسية الرفيعة بين البلدين بعد إعادة العلاقات الثنائية إلى مستواها الطبيعي. جاء ذلك خلال لقاء شكري بالرئيس التركي في اسطنبول، حيث نقل أردوغان تحياته وتقديره للرئيس السيسي، مبديا تطلعه لاستقباله في تركيا في أقرب وقت ممكن. هذا وأكد وزير الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس السيسي إلى تركيا، تلبية لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يكثف منفذ رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات للأشقاء في قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين. وأفاد مراسلنا بأنه تم إدخال 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح السبت 20 أبريل، بينما أغلق معبر كرم أبو سالم للعطلة الأسبوعية. هذا وتم دخول 4 شاحنات غاز إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، بينما استقبل المعبر السبت 20 أبريل 42 مصابا فلسطينيا و102 من المرافقين. أفاد مراسل إكسترا نيوز بأن إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي وصلت قطاع غزة من منفذي رفح وكرم أبو سالم بلغ 3315 شاحنة، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 20 أبريل. كما أفاد مراسلنا أن إجمالي عدد شاحنات الوقود التي وصلت قطاع غزة خلال نفس الفترة بلغ 105 شاحنات، وهي 75 شاحنة غاز و 29 شاحنة سولار، بالإضافة إلى شاحنة بنزين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كثفت القوات المسلحة أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، ووصلت القوات المسلحة جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتد على مدار الأسابيع الماضية، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات، والتي تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وإعدادها للإسقاط الجوي باستخدام المظلات، بينما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة، وفقا لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة. يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي رعاية مباشرة للنشاط الإرهابي. كما أكدت الخارجية الروسية أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وتايوان ستفاقم الأزمات. صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون قد يحظر فعليا تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، والمشروع جزء من حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في العالم تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.
مشاهدينا انتهى الموجز الإخباري، والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وهذه تحياتي عمرو الشهاب.